ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولا يحزنك قولهم، خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو قولهم اللي النبي ما يحزنش بسببه؟ كفرهم واستهزاؤهم وتكذيبهم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن بسبب هذا التكذيب، ولدرجة أن ربنا عز وجل يعاتبه يقول فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني هتموت نفسك يا رسول الله بسبب عدم إيمانهم. مشفق عليهم صلى الله عليه وسلم، حريص عليهم، يحب لهم الخير، كان بيتألم على انفلات الأنفس إلى النار، وكان بيتألم بسبب هذا التكذيب وهذه السخرية من دين الله عز وجل. فربنا عز وجل بيعلمه إن عليك إلا البلاغ ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا. العزة يعني الغلبة، والعزيز يعني الغالب. إن الله عزيز ذو انتقام يعني غالب لا يغلب تبارك وتعالى. فلله العزة ولله الغلبة، فينصرك ويجازيهم على أعمالهم. هم مبسوطين دلوقتي بهذا التكذيب وهذه السخرية، ولا يعلمون مدى العقاب الشديد الذي سيكون عليهم يوم القيامة، أو الذي سيجنونه يوم القيامة. هو السميع العليم، ربنا سامع ويعلم، سامع لأقوالهم وعليم بأحوالهم، وسامع بأقوال المؤمنين وعليم بأحوال المؤمنين، ويجازي كلا الفريقين كل حسب عمله. يبقى هم لن يستطيعوا إطفاء نور الله عز وجل مهما بلغ تكذيبهم وشركهم. والله عز وجل القاهر فوق عباده والعزيز سبحانه وتعالى. خلي بالك وانت بتقرب هتلاقي ولا يحزنك قولهم في كده حرف الميم في المصحف. الحرف الميم ده يعني ايه؟ وقف لازم. احسنت. يعني ايه وقف لازم؟ يعني لازم تقف. طب ليه لازم نقف عند ولا يحزنك قولهم ونقف ما نكملش، ناخد نفس ونكمل؟ ايوه احسنت. اصل انت لو قلت ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا، كانه هم قالوا ان العزه لله جميعا، وربنا بيقول للنبي ما تحزنش على الجمله دي. لا، دي كده خلاص، دي جمله جديده خالص. ولا يحزنك قولهم، قولهم اللي قالوه، جمله بقى جديده ربنا بيقول له ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. لكن لو قلتها مرة واحدة كأن كلامهم إن هم قالوا إن العزة لله جميعا، لذلك خد بالك من الوقف اللازم دي عشان بتوهم معنى غير صحيح. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض خلقا وملكا وتصرفا. سبحانه وتعالى هو اللي خلق وهو اللي يملك وهو المتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى. لا أحد يحل ولا يحرم إلا الله، ولا أحد يحكم في كون الله إلا بحكم الله عز وجل. تقول لي ما في ناس بتحكم بغير شرع الله، ما ده معاقب ومحاسب. إنما لو هو حر يحكم باللي هو عايزه ما كانش ربنا عاقبه. كون أنه معاقب على ذلك دل أنه لا يجوز إلا أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى في كل شيء في حياتك.
لازم تحكم شرع ربنا. ولو قلت ان شرع ربنا اقل من قوانين الناس او افكار الناس او عادات الناس خرجت من الملة، لانك قدمت المخلوق على الخالق وقلت ان المخلوق احكم من الخالق، وده طبعا كلام باطل. ولذلك انا قلت ان القاضي اللي بيحكم بشرع، بيحكم رئيس محكمة او قاضي بيحكم بغير ما انزل الله، دي مشكلة كبيرة. لان احنا نقول له تعالى يا قاضي انت ليه بتحكم بالسجن 10 سنين للي سرق، ليه ما بتحكمش بقطع يد السارق كما امر الله عز وجل؟ حاجة من الاثنين، لا يقول اصل القوانين اللي احنا اخترعناها دي افضل من حكم ربنا، ده ما يكونش مسلم، لانه قدم حكم المخلوق على حكم الخالق. انما لو قال انت عارف ان منصبي يحتم عليا ان انا اقول بالاحكام دي، لكن انا عارف طبعا ان حكم ربنا افضل وشرع ربنا افضل، وانه لا يجوز ليا الا ان احكم بغير شرع الله، نقول له انت كده مرتكب لكبيره لكن انت مسلم ما دمت مقر ومعترف. واخدين بالكم؟ فقضيه ان انا احكم ولا سيما في الحكم بين الناس بامر قانون او عاده بشريه او تقليد بشري او قانون بشري مخالف لشرع الله، دي من اكبر المعاصي عند الله، وقد تجر الى الكفر ان اعتقد مساواه هذه القوانين لقوانين الله او شرع الله، او ان هذه القوانين افضل من شرع الله. اوعى تعتقد يوم من الايام يا مسلم، انا بخاطب الناس اللي قاعده معايا واللي سامعني، اوعى كده من جواك تشوف ان في حاجه في الاحكام افضل من حكم ربنا، واوعى تقول لي اصل الاحكام دي كانت زمان، ده كلام في منتهى البطلان. ربنا لما امر بالاحكام زي جلد الزاني وقطع يد السارق كان يأمر بها المسلمين في كل مكان وزمان، وإلا أنت كده بتتهم الله بأنه ما كانش يعرف الغيب فما كانش عارف التطور فقال لنا على حاجات مش مناسبة دلوقتي. الكلام ده والعياذ بالله كفر فظيع. حكم ربنا يطبق في قواعد، في ضوابط معينة، لكن الأصل أن شرع الله عز وجل يطبق في الأرض، كل إنسان كان بمقدوره هذا الأمر ولم يفعل فهو محاسب عند ربه. ولذلك في بيتك تحكم بالإسلام، ربنا يرضى مننا إيه في بيتنا؟ 1، 2، 3 نعمله الحجاب، ما يبقاش في موسيقى في البيت ولا أغاني، الصلاة على أوقاتها، ما هو ده الحكم بما أنزل الله شرع ربنا، يبقى في حياتك وفي بيتك وفي شغلك وفي سائر أمورك، هو ده المنبغي. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هم بيجعلوا مع الله شركاء وبيسموا الآلهة دي شركاء لله في العبادة، لكن هل هي شركاء فعلا؟ هل حد يشرك أو هل حد يكون مع الله شريكا في العبادة، شريك في العبادة؟ حاشا وكلا، سموها زي ما تسموها لكن هي شركاء بجد. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هم في ظنهم ان هم شركاء لله في العبادة، لكن الله يعبد وحده سبحانه وتعالى ولا يشرك مع الله احد. فالناس تسمي هذه الأشياء آلهة أو شركاء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأنت لما قلت ده إله بقى إله، هو بوذا دلوقتي إله؟ إله باطل طبعا. هو شريك مع الله في العبادة؟ لا طبعا. المسيح إله؟ المسيح بشر ورسول. اللات والعزى آلهة؟ آلهة باطلة، هو الله واحد لا شريك له. فأنت قلت دول شركاء مع الله في العبادة، كلام باطل. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء
إيه يتبعون إلا الظن، فيش دليل على ذلك، وربنا لم يأمرهم بذلك. وإن هم إلا يخرصون، يعني يخرصون يكذبون، يتبعون الظن ويكذبون في ادعائهم أن هؤلاء يستحقون العبادة مع الله، وأن هؤلاء يكونون شركاء مع الله. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، والليل يا أخوانا للسكن وللنوم. لكن احنا قلبنا الآية، أو كتير مننا، وتلاقي دايماً اللي بيسهر بالليل وينام الصبح جسمه على طول تعبان وصحياً مش تمام، لأن هو قلب الآية الليل للسكن. وأصح شيء الإنسان ينام بدري ويصحى بدري، أصح شيء لجسم الإنسان، لأن هي آيات ربنا كده، الليل للسكن والنهار للسعي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هو النهار هو اللي بيبصر، ولا النهار هو الذي يبصر فيه؟ هو الذي يبصر فيه، إنما ده جي على كلام العرب، العرب بتقول هذا الكلام وتفهم إن المقصود منه إن النهار هو الذي يبصر فيه، مش المقصود يعني النهار هو اللي بيشوف يعني، إنما الناس اللي بتشوف في النهار، إنما ده جرى على كلام العرب وهم يفهمونه. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، بس مش أي سمع، سمع انتفاع، قاعد يسمع ويعرف علشان يتعظ ويعلم الحق فيتبعه. أما من يسمع ولا يتأمل فهذا لا تنفعه الآيات والحجج.